عليكم أخواني الأعزاء، وإليكم هذا الموضوع الشاغر والعمل المفيد لمجتمع متطور إن شاء الله. لقد وضعت هناك قسم خاص وهو ما يسمى جروب وذ جوجل، وهذه القسم طبعا يقوم بعمل خدمة مجانية لكل المجالات، وهو تدريب وأدوات وموارد مجانية لمساعدتك على تنمية مهاراتك أو مهنتك أو عملك. طبعا كما نلاحظ هنا الفكرة من هذا الأمر هو عملية تقوم بتدريب أو تأهيل الأشخاص مجانا من عموم دول العالم والاتصال بهذا الجروب وذ جوجل. طبعا هنا في السياق التالي إن شاء الله وسوف نوضح بالتفصيل عن هذه الخصائص وهذه التخصصات، وكونوا معنا. طبعا هناك مجالات عدة، ومن ضمنها طبعا حسن مهارتك من خلال الشركات الصغيرة. طبعا هناك تخصصات منها هذه الأقسام التي بإمكانك الدخول من خلالها، ثم التواصل من خلال البيانات المطلوبة لتعبئتها حتى يتم التواصل معك والقيام بالطرق والأساليب السليمة والمطورة للتعرف عن هذه نماذج هذه المهن. طبعا هناك أيضا تخصص للباحثين عن عمل والطلاب وهكذا. طبعا كما نلاحظ هنا يعني أقسام مختلفة، وهنا أيضا المعلمين. طبعا هناك الكثير والكثير. نعم، فطبعا من خلال هذه النظرة للتخصصات التي يتم اختيارها من خلال الأشخاص التابعين، في مثلا موارد الباحثين عن عمل تدريب وكيف هذه الطريقة، فنتابع ما هو المطلوب للتوصل إلى الطريقة للحصول على مثل هذه الأمور. طبعا هنا العثور على وظيفة والحصول عليها أريد أن وهكذا. من هنا قم بإنشاء سيرتك الذاتية طبعا معروفة، وللبحث عن وظيفة بهذا الطريقة طبعا تضغط على زائد أي إضافة بيانات وهكذا للوصول إلى هذه البيانات المرغوبة والذي تهمك للتواصل. مثلا هنا استخدام أدوات المساعدة، أدعم البحث عن وظائف تالية، ابدأ الآن وهكذا. هذه كلها طبعا تجارب الدراسات الغير مباشرة، وهي دراسات عن بعد كما هو معروف، ومن خلال هذه بإمكانك الحصول على شهادة مهنية معروفة وتأهيل طبعا في المجال الذي تقوم باختياره. فلنا وقفة أخرى للتعرف على الأكثر عن هذا الموقع والتواصل معه، فتابعونا في السياق التالي. طبعا كما ذكرنا نضغط على زائد وهو إضافة البيانات كما نلاحظ هنا لمتابعة الخطوات التي المطلوب لنا للتواصل معهم من خلال البيانات، ثم التعرف على الأسلوب والطريقة. طبعا تظهر لنا هذه الواجهة، ثم يطلب منك ابدأ سيرتك ذاتية، ثم الضغط عليها لتحويلك إلى البيانات، ثم ابدأ سيرتك الذاتية بداية، نقوم بالضغط على بداية، ومن هنا تبدأ لنا نافذة جديدة. وكما تلاحظ هنا التعليق، العمل المشترك، يمكن للطلاب إرسال
عملهم على هذه الصفحة، الطلاب رقم تسجيل الدخول وهكذا، تسجيل الدخول لإرسال عملك، أو المعلمين تسجيل الدخول لعرض الأعمال، أو تسجيل الدخول تتبع تقدمك من خلال هذه الدورة. هذه تعتبر دورة مجانية، وطبعا يجب اكتمال هذا البيانات حتى تكتمل الشروط، ولنا طبعا معلومة أخرى للوصول حتى يتم تعبئة البيانات، وما هو المطلوب من هذا الطالب الذي يريد التقدم لهذه الدورة المجانية التي من خلالها يحصل على تخصص علمي، ناهيك عن الجامعات، بل عبارة عن شهادات عالمية تطلب من هذا الموقع عن طريق الدراسات عن بعد. كونوا معنا في السياق التالي. طبعا قبل ما يطلب منك، قبل ما أن تصل أو تنتقل إلى هذه النافذة، فهو يطلب منك أخي العزيز الجيميل أو البريد الإلكتروني التابع الخاص بك، ثم القيام بالتسجيل بدخولك إلى هذه الصفحة. طبعا هذه الصفحة كما تلاحظون هنا يحدد لنا مرحبا في تطبيق المهارات الرقمية التطبيقية، ما أفضل وصف لك. نعم، طبعا هنا تحدد هل أنت مدرس أم أنت طالب أو متعلم، طالب رسمي ذو دراسات رسمية أو متعلم أخذ التعليم بدون انقياد بأمور رسمية من النظام التعليمي. طبعا هذه خيارات، كما نلاحظ هنا أنا مدرس، نضغط على أنا طالب أو متعلم، كما تلاحظ هنا ينقلنا إلى معلومة أخرى للوصول إلى الهدف الذي طبعا نتبع بعده. طبعا كما تلاحظون هنا يطلب منك تصفح الدروس أو المهارات الرقمية. طبعا كما نلاحظ هنا لو ضغطنا على تصفح الدروس، وهي الدروس التي طبعا يتيح لك التخصص من خلالها، فأنت تختار ما هو التخصص أو ما هو النوع الذي تحب التعلم من خلاله. هذه طبعا نماذج كثيرة جدا بإمكانك اختيارها أو التعرف عليها. طبعا هذه كما نلاحظ كلها هذه دروس اكتشف موضوع عن التكنولوجيا، برمجة الشريط، التقدم، تنظيم مشاريع المجموعة وهكذا، كلها أمور برمجية في مجال التكنولوجيا ومجال طبعا التسويق العالمي، وطبعا تخصصات كثيرة كما وهو موجود في التخصصات الجامعية من خلال الفروع وغيرها. طبعا هناك كما نلاحظ هنا كلها متابعة، طالما قد دخلت إلى هذا الموقع طبعا وتريد الاستفادة منه، فعليك متابعته من خلال المتابعة، والمتابعة سهلة جدا، وكلها تنتقل إما باللغة الإنجليزية الافتراضية أو اللغة العربية، كما تلاحظ هنا كلها لغة عربية عند اختيارك اللغة. نعم، طبعا هذا هو الفكرة الجديدة التي تم اكتشافها للحصول على تعليم مجاني عن بعد، وطبعا يحق لك التواصل معهم في أي وقت كما تشاء بعد العمل أو في الإجازة وغيرها، وطبعا من خلال تنفيذ البيانات والمتابعة سوف إن شاء الله تحصل على خبرة عملية وشهادة تساعدك للدخول في مجال العمل التكنولوجي. طبعا هذه طبعا كل هذه الأمور التي شرحنا لك وهي تعتبر الأساسيات لدخولك أو الوصول إلى هذا المجال عبر كما ذكرنا جوجل، وهذا طبعا إن شاء الله سوف نضع الرابط أسفل الفيديو للوصولك إلى هذا الموقع أو هذا القسم. شاكر لكم حسن المتابعة من الأستاذ المطور جمال هجري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.